وفي سياق آخر، شدد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على أن الإرهاب هو المعوق الرئيسي لحوار الأديان وتناغم الدول. وفي هذا الإطار أكد وزير الأوقاف ضرورة التصدي للفكر المتطرف البعيد كل البعد عن الإسلام ومنهجه. ما الذي يعوق الحوار؟ أمان. الذي يعوق الحوار ويعطله أمان. الجماعات الإرهابية، الجماعات المتطرفة، أدلجت العلماء والمفكرين والمثقفين. ذلك أن العالم أو الكاتب أو المحاور المؤدلج المنتمي لجماعة متطرفة أو متشددة يمكن أن يناقشك في فهم آية من كتاب الله أو حديث من ثابت صحة سيدنا رسول الله، لكن كلام مرشده قرآن لديه لا يقبل النقاش فيه. فالأدلجة، ولذلك أؤكد وفي كل مؤتمر أؤكد أن جميع الجماعات الدينية المؤدلجة التنظيمية التي تتخذ من الدين سيطان وشعان لتحقيق أهدافها هي خطر على بناء الدين وبناء الدولة معاً.